بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض دورة التعليم الأساسية برنامج سوليد ووركس للمبتدئين. والنهاردة أول أمر في قائمة موديفاينج موديلينج أو التعديل على النماذج. أول أمر معانا اللي هو أدينج فيلر تو أبارت. نشوف مع بعض الأمر ده مجسم. طبعا موضوع المجسم بالرسم طبعا الحمد لله كويسين فيه. الدورة اللي فاتت القايمة اللي فاتت طبعا كانت شاملة كل هذه الأوامر. الأمر بتاعنا اللي هو فيلت ده المكان بتاعه، وفي عند 4 حاجات أساسية رئيسيين. كونستانت سايز فيلت، أنا بعمل فيلت. طبعا أخدنا أمر فيلت في السكتش في الخطوط. طبعا ده كونستانت، قائم القيمة بتاعته 20 مللي، وليكن مثلا هذا ال edge. تمام، 10 20 زي ما انا عايز، وليكن 10، حاجة في منتهى البساطة. الأمر ده طبعا ده كونستانت، ده variable يعني متغير، يعني قيمته متغيرة. ازاي نشوف ده هوت ال edge اللي هيحصل فيه الأمر. هنا variable radius وهنا variable radius، يعني بيقول لي حط لي قيمة أكبر قيمة وأصغر قيمة، وأنا هظبط لك هعمل فيه تدريج من الصغير للكبير. وليكن أخلي ديت 5 مللي، وأخلي ديت 25 مللي. شوف النتيجة. تمام، طبعا ده مش كونستانت، ده فاريبل، قيمة الفيلت متغير. طبعا هحتاج الأمر ديت في الشغل بالذات في 3D برينتر. طيب أمر اللي بعده فيس فيلت، بيقول حدد لي الفيس وأقوم باللازم. وليكن حددت وجه معين في الشكل، اقول له اوكي، بيقول لي بليز سيلكت ات ليست وان فيس فور اتش فيس سيت فور افيس فيلت. ماشي، بيقول لي حدد لي الشكل، حدد لي الفيس المقابل ليه، او فيس كمان معاه، بحيث ان في الادج بينهم هو هيعمل أمر الفيلت. يبقى ده فيس سيت 1، ده فيس سيت 2. الراديوس خليه 25، قول اوكي. تمام، دي النتيجة زي ما احنا شايفين. طيب الأمر الأخير اللي هو شوفه فول راوند فيلت. فول راوند فيلت يعني ايه؟ انا هحدد له تلاتة فيس، ده الفيس الاول وده الفيس التاني وده الفيس التالت. اوتوماتيك ساعة ما يوصل للفيس التالت اعمل له عليه سيلكت، بيحدد على طول الفيلت، بحيث ان هو دامج التلاتة اوجه مع بعض بهذا الشكل. أمر شيق وجميل ومحتاج مزيد من التمرين والتطبيق. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الفيديو القادم بإذن الله.